السلام عليكم البنات، نتمنى ان شاء الله تكونوا بالف خير وبصحه جيده. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غادي نديروا تتمه ديال الاكسسوارات ديال المطبخ. اليوم ان شاء الله جيت غادي نشارك معكم هذا الحامل ديال البريكي اللي كتجي على هذا الشكل. هذا كتجي على شكل طابلي كما كتشوفوا في الصاله ديالها، على شكل طابلي صغيره. عندها هنايا واحد جوج جيوبه، هنايا دايره لها واحد جوج جيوبه، وعندها هذه العلانقه هذه اللي يمكننا نعلقوها في المطبخ نتاعنا. اول حاجه غادي نحتاجو هذا الباترون هذا اللي كيجي على هذا الشكل هذا. بالنسبه لهذا الباترون غادي تاخذوا ورقه وغادي تاخذوا الطول ديالها فيه 27 سنتيم، ها هي 27 سنتيم، والعرض ديالها 22 سنتيم، وهنا الفوق غادي تجيو الوسط وغادي تاخذوا 5 ديال السنتيم. صافي غتاخذوا ورقه كما قلت لكم، غادي تثنيوها على جوج على هذا الشكل هذا، وغتدخلوا من هنايا القنت بواحد 4 ديال السنتيم، وهنايا ب 8 سنتيم. صافي وغادي ديروا هاد الدوره هذه اللي هنايا وغتقرروها من هنايا. صافي وغيعطينا هاد الشكل هذا كما كتشوفوا. وبالنسبه للجيب اللي غادي نديرو كما كتشوفوا عندي هنايا في الطول ديالو درت مربع فيه 14 سنتيم على 14 سنتيم. صافي وكنثني على جوج على هاد الشكل هكايا، وكنجي للقنت كنطلع بجوج سنتيم وكندير هاد الدوره هذه. سهله البنات. المهم غادي ناخذ دابا التوب باش غادي نفصلو. انا خديت الطرف ديال هاد التوب ديال المزوق والطرف ديال التوب السامبل. يمكن لكم نتوما ديروا كيف الظهر كيف الامام، يعني بحال القدام بحال الظهر، يعني ديروا في نفس اللون. انا فضلت انني ندير واحد مزوق وواحد سامبل على هاد الشكل هذا. المهم دابا غادي ندوز باش غادي نفصل. صافي كنحط غير الباترون ديالي فوق التوب على هذا الشكل هكايا. صافي وكنفصل. كما قلت لكم من قبل اننا كنخليو دائما سنتيم ديال الخياطه من الجناب. باش غادي ندير هاد الخطوط هادو على هاد الشكل هكايا. كنجيبو غير مسطره وكنوضعوها وكنبقاو خطوط مستقيمه نديرهم على هاد الشكل، ونعاود عاوتاني نديرهم في الجهه المعاكسه. انا كنت راسي هنايا بهاد الطباشير حيت كيتحيد دغيا، ماشي بحال الستيلو كيبقى الطراس ديالو. الخطوط هادو كيجيو على هذا الشكل كما كتشوفوا. دابا غادي ندوز باش غادي نخيطهم. انا هنايا وضعت هاد لواط في الوسط ما بين هاد التواب، هنايا درت هنايا جوج طروفات ديال لواط باش كيجيني شويه واقف. صافي وغادي ندوز باش غادي ندوز الخياطه ندوز الخياطه هنايا في الوسط، وعاد ندوزها هنايا من جنب.
الخياطه في الجناب. دابا غادي ندوز باش غندوز لها البي. قبل ما ندوز لها البي على الجناب كاملين غادي ندوز البي على هذا الحريف هذا اللي عندي هنايا. صافي كما كتشوفوا انا راني دوزت البي هنايا على هذه الجهه اللي الفوق. دابا غادي ندوز البي على الجناب كاملين. غادي نبدا الخياطه ديال البي من هنايا من هذه الجهه اللي لتحت صافي. وغادي ندور في هنايا فاش كنوصل لهاد الجهه الفوقانيه كنخلي تقريبا واحد 20 سنتيم ديال البي بحال هكايا كنخليها الفوق صافي. وكنمشي عاد نبدا الجهه الاخرى هانتوما كما كتشوفوا كنخلي تقريبا واحد 20 سنتيم ديال البي بحال هكايا. هاد اللي يدي دامين غادي نشد صافي. وعاوتاني نبدا البي من هاد الجنب هذا. كتشوفوا انا راني دوزت لها البي تجي على هذا الشكل هذا. دابا غادي ندوز باش غادي ندير لها هذا الجيب هذا اللي غادي يجي في الوسط على هذا الشكل هكايا كما وريتكم في الاول. ها نتوما بالنسبه لهذا الجيب غادي ندوز باش ندير له حتى هو كذلك البي. الجويب هذا هنايا في الوسط على هذا الشكل هكايا. غادي ندوز له الخياطه هنايا من الجناب وغندوز له هنايا الخياطه في الوسط.
وهذا هو الشكل النهائي ديال حميله البريكي، كتجي على هذا الشكل هذا. عندها هذه الليديده هذه كما كتشوفوا ملي كتعلق، وعندها هنايا جوج جياب فين كنوضعوا البريكي، كيجي الشكل ديالها هكايا. كنتمنى ان شاء الله هذا الفيديو ينال الاعجاب ديالكم، وكنشكر الاخوات اللي كيدعموني وكيشجعوني، كنشكركم بزاف بزاف. واللي ما مشاركش في القناه يدخل يشترك بالضغط على زر ابوني وتفعيل الجرس باش توصلوا بالجديد، ونتلاقاو فيديو اخر ان شاء الله.